صباح الخير. المحاضرة الماضية إذا بتتذكروا نحن بلشنا بموضوع الميموري والميموري هيراركي، والهدف إنه نعمل ديزاينز بتمكننا نحصل على فاست أند لارج ميموريز. الانترودكشن غطيناها، وموضوع الميموري تكنولوجيز أنا مركت عليه بشكل سريع لأنه هذا حطيت لكم فيديوهات من بداية الفصل، وطلبت منكم أنكم تشوفوهم حتى تطلعوا على التكنولوجيز المستخدمة بالميموري، كانت إسرام ولا ديرام ولا هارد ديسك ولا فلاش. واستعرضتها مثل ما قلت لكم المحاضرة الماضية، وإذا في هسا أي أسئلة احكوا لي خليني أجاوبكم عليها. طيب نبلش بالمادة اللي وصلنا عندها، وموضوعنا اليوم موضوع مهم يلي هو الكاش. موضوعنا بالأغلب يعني ممكن إننا نقطع فيه، مش بضرورة نكمله اليوم، إن شاء الله يوم الأحد بنكمله، بس موضوع مهم جدا يلي هو the basics of caches. وهذا الموضوع نحن رح نبني عليه ونشوف بالبداية تصميم بسيط للكاش، وهذا نوع من أنواع الكاش اللي هو direct mapped cache، ورح نشوف مثال وراح نحاول ان نحسن على التصميم الاولاني بحيث البلوك نكبره، وبعدين راح ناخذ يعني من احنا من البدايه بنكون قاعدين بنفكر بالكاش من ناحيه الريدنج، وبعدين بنشوف هاو تو رايت تو ذا كاش، ومننهي بان ناخذ او مننهي هذا الموضوع بان ناخذ ريال لايف اكزامبل يلي هو البروسيسور اسمه الانترنسيتي فاست ماث، راح نتعرف على الكاش يلي هو دايركت ماث كاش. قبل ما ابلش بدي احكي لكم انه موضوع الكاشينج مش بس مستخدم بالكمبيوترز لمساعده السي بي يو، وحتى السي بي يو توصل للداتا بشكل سريع بنستخدم معاها كاش، والكاش هي ميموري خاصة سريعة. لكن موضوع الكاشينج هي مبدأ مستخدم بشكل واسع بحياتنا، على سبيل المثال حتى بحياتنا الخاصة، يعني إذا كنت قاعد بتشتغل وبتستخدم مثلاً واحد قاعد بعجن أو بطبخ، بيجيب في عنده رفوف وفيها مخزن المواد، بيجيب كمية من الطحين ولا العجين ولا المواد وبحطها بالطاولة وبشتغل عليها، فبحطها بمكان قريب منه، ومش كل ما بده معلقة ملح بروح بجيبها من الرفوف ومن الكياس تاعونها. إذا بتشوف العمال مثلاً النجارين بكون معه شوية بسامير وبشتغل فيهم قريبين منه، ولما يخلصوا بروح بجيب كمية أخرى من مكان ثاني. لو أخذنا من الحواسيب، في كاشينج almost everywhere، في كاشينج للستورج، في كاشينج للإنترنت عن طريق البروكسيز. فمثلاً أنت بتطلب بيج من موقع عالمي مثل CNN، بيجي نسخة منه للإنترنت سيرفيس بروفايدر اللي أنت شابك معه مثلاً زين ولا أورنج، بعدين بيجي نسخة ثانية للسيرفر تبع المؤسسة تاعتك للجيتوي تاعتك، بعدين بيجي منه نسخة للكمبيوتر تبعك، والبراوزر بيحتفظ بنسخة عنده على الهارد ديسك بحيث مرة ثانية لو طلبت نفس الدوكيومنت
بدل ما نروح ونجيبها من الانترنت وتاخذ hundreds of milliseconds، ممكن نقراها بوقت اقصر من الهارد ديسك، طبعا بشرط انها ما تكون تغيرت، فهو بفحص هل هي تغيرت ولا ما تغيرت، هل هي بعدها valid ولا مش valid. اذا نحن موضوعنا مهم تعتمد عليه الحواسيب الحديثه، واللي هو موضوع الكاشينج. الكاش ميموري، يعني ايش هي الكاش ميموري؟ The level of memory hierarchy، الميموري بتتكون من طبقات closest to the cache to the CPU closest to the CPU. طبعا حتى الكاش راح ندرس انه في او بتعرفوا اوريدي انه في اكثر من طبقه، اكثر من كاش، وبسموهم levels of caches، وراح نشوف شو فائدة انه مش بس يكون في عندنا كاش واحد، يكون في عندنا مالتيبل. بس الان احنا من ناخذ ابسط حالة اللي هي كاش واحد. خلينا ناخذ هذا المثال، لنفترض البروسيسور طلع هذول الاكسسز، هذول ادريسز من X1 حتى XN. ولنفترض انه هذول جابهم هذول الادريسز وهذا الكاش، والكاش في اماكن تعبت وفي اماكن فاضيه، ففي عنده يعني حسب نوع الكاش بقرر وين بده يحط الداتا اللي بجيبها. لنفترض X1 حطها هون، X2 حطها هون، ووصلنا عند XN-1 حطها هون. الان لما بعد ما طلبنا هذول كلياتهم، البروسيسور طلع هذا الادرس، فهذا مكان فاضي، قرر انه الداتا اللي بجيبها بالميموري يحطها بهذا المكان. يعني طب يعني في اسئله على هذا الموضوع. How do you know if the data is present؟ يعني اذا الداتا حطيناها بهذا الشكل كل مره بمكان، البروسيسور لما يطلب الادرس مره ثانيه، لنفترض طلب X1 مره ثانيه، كيف بعرف وين موجود، وين يدور عليه حتى يلاقي هل الاشي اللي طلبه من قبل هل هو موجود بالكاش ولا مش موجود بالكاش. وهذا راح نشوف الاجابات عليه بهاي المحاضره والمحاضرات القادمه، لانه في اكثر من طريقه. والسؤال الثاني، وير دو وي لوك، يعني كيف تعرف هل هو موجود ولا مش موجود، وين تدور، هل تدور بكل مكان ولا تدور باماكن محدده. وهذا اللي بيفرق، وهذا اللي بخلي يفرق بين تصميم وتصميم آخر للكاش. بعض مرات أنت بتدور بمكان واحد مثل الدايركت ماب كاش اللي راح ندرسه اليوم، وبعض مرات أنت بتدور تقريبا ممكن تدور بكل مكان، لأنه ممكن يكون موجود بأي مكان. فنيجي هسه للدايركت ماب كاش اللي هو أبسط أنواع الكاشز، واللوكيشن يلي منحط فيه الداتا بالكاش is determined by the address. يعني في عندك certain memory block له address، هذا الادرس تبعه هو بحدد مكان البلوك بالكاش. وهذا مثال، هذا المثال هون انا في عندي الميموري وهون في عندي الكاش. طبعا بالعامد مرسوم انها الميموري فيها بلوكس اكثر من ما في عندنا كاش بلوكس، وبهذا المثال الكاش في 8 بلوكس والميموري فيها 32 بلوكس. طبعا لانه الميموري اكبر من الكاش، في ممكن اكثر من ميموري بلوك اذا بدنا نجيبه في له نفس المكان بالكاش. فاذا بنستخدم الادرس 0001 راح يكون في ب 001 بالكاش، ولو انك قاعدين بنعمل اكسس ل 01001 برضه
راح يكون في ممكن ان نلاقيه مكانه بالكاش هو 001. دايركت مابت there is only one choice بالدايركت مابت كاش. اي شيء بدنا نجيبه من الميموري له مكان واحد فقط، وهذا مثل ما قلنا بيعتمد على الادرس تبعه. فال 001 الادرس تبعه هون بالميموري، وبرضه 9 و17 و25 كلياتهم لهم نفس المكان. وبشكل مشابه نحن كل ثمانية ار مابت دايركتلي للثمانية بلوكس تاعون الكاش، مشان هيك يعني من هون اجى الاسم. كل ثمانية من الميموري ار دايركتلي مابت للكورسبوندينج بلوكس بالكاش. كل ثمانية are directly mapped to the corresponding blocks بالكاش. وأي واحد من هون حسب الأدرس تبعه بتحدد بأي مكان بالكاش راح يكون موجود. There is only one choice، يعني الأزرق هذا له مكان واحد بالكاش. طبعا المكان الواحد بالكاش ممكن إنه ينحط في أكثر من بلوك من الميموري. طيب كيف نلاقي المكان يلي نحط فيه الكاش؟ كيف نلاقي المكان للميموري بلوك؟ وين نلاقي المكان اللي نحطه فيه بالكاش؟ ف بالدايركت ماب بنستخدم هاي المعادله يلي هي المودولس. المودولس بتاخذ البلوك ادرس، بتاخذ البلوك ادرس اللي هو هذا البلوك ادرس، و بتقسم على عدد البلوكس بالكاش وبتاخذ الباقي. خلينا ناخذ مثال بالمثال، خلينا ناخذ هاي يلي هي 16 و24 21. اوكي، هذا الرقم 21. 21 موديولس 8 فيها 2 والباقي 5 فيساوي 5 يلي هي بالباينري 101. فاذا هذا المكان حسب هاي المعادلة مكانه هون. واضح؟ في أسئلة؟ إذا كان هلا في حالة خاصة، بدل ما نروح لهاي المعادلة ونعمل تقسيم ونأخذ الباقي، إذا number of blocks is a power of 2، النمبر اوف بلوكس بالكاش، وفعلا نحن النمبر اوف بلوكس بالكاش هو 8، وال 8 هو باور اوف 2 هو 2 للاس 3. فبما انه حجم هذا الكاش هو 1 اوف ذا باورز اوف 2 يلي هو 8 يلي هو 2 للاس 3، هاي الحاله الخاصه بسهوله ممكن ان نلاقي مكان البلوك الميموري بلوك وين مكانه بالكاش عن طريق ان نطلع على الليست سيجنيفيكانت بيتس. وبهاي الحاله يعني بناخذ 3 اللي هو لوغاريثم، يعني اذا كنت عارف حجم الكاش حتى تعرف كم بت بتحدد مكان الميموري بلوك بالكاش بتاخذ لوغاريثم للبيس 2 ل 8 يلي هو لوغاريثم 2 للأس 3 وتساوي 3. فإذا نحن بهاي الحالة لأنه الكاش حجمه 8 بلوكس، بس بنحتاج نتطلع على least significant 3 bits للكاش بلوك. لاحظوا هذول الزرق كلياتهم
ال least significant 3 bits هي 101، وبالتالي مكانهم هم اللوكيشن السادس اللي هو 101 بالكاش. طيب إذا نحن تعلمنا شيء مهم الآن، أساسيات الدايركت مابت كاش. الأساسيات الدايركت مابت كاش، كل ميموري بلوك له مكان واحد فقط بالكاش، والكاش أصغر من الميموري، بشان هيك في مالتيبل ميموري لوكيشنز لهم نفس المكان بالكاش. وحتى نعرف الميموري بلوك وين نحطه بالكاش أو وين ندور عليه بالكاش، منلجأ لهاي المعادلة اللي هي فيها مودولس. لكن إذا كان الكاش حجمه power of two، number of blocks اللي فيه power of two، بهاي الحالة بكفي إننا نطلع على least significant bits of the address of the block address. وبالعادة إذا بتشوفوا المواصفات بتلاقوا فعلا حجم الكاش هو من يا 16K مثلا أو 32K وهكذا، بكونوا فعلا بيعملوا الكاشز power of two حتى يسهلوا عملية الاندكسينج، الكاش اندكسينج، إنه نوصل للمكان الملائم بالكاش. إذا يلي تعلمنا إشي مثل هيك، إشي مثل هذا الميموري لوكيشن، إذا احتجنا لما بدنا نجيبه للكاش مناخذ الليست سيغنيفيكانت 3 بيتس بحددوا لنا المكان بالكاش اللي بدنا نحطه فيه. فإذا نحن جاوبنا على السؤال الأول، إنه لما بدنا نجيب إشي من الميموري وين نحطه بالكاش؟ بنحطه حسب الأدرس تبعه. How do we know which particular block is stored in a cache؟ يعني نرجع للرسمة، ما هو كل هدول الزرق لهم نفس المكان. إذا عملنا أكسس للكاش ولقينا إشي بأدرس خمسة، كيف منعرف إيش من وين إجا هذا؟ هل إجا من هون، ولا إجا من هون، ولا من هون، ولا إجا من هون؟ فجواب إنه we store block address as well as the data. يعني لما نجيب بلوك من الميموري مش بس بنخزن الداتا تاعته، بنخزن كمان الادرس تاعه، بنخزن الادرس تبعه. يعني اذا كانه الكاش مش بس الداتا اللي هي هون مرسومه بالازرق، كمان بنحتاج نخزن مع كل كاش بلوك نخزن الادرس تبعه. فلما نجيب ميموري بلوك ونحطه بالكاش بنحط معه الادرس تبعه. في الواقع انت you don't need all the address. Actually only we need the high address bits. لانه انت لما تجيب مثلا هذا الكاش بلوك وتحطه بهذا المكان، انت حطيته بهذا المكان لانه اللي significant 3 bits تاعونه هم 101. فباي ديفولت الشيء الموجود هون اللي significant bits تاعونه هم 101. بهاي الحالة بس بحتاج اني اجيب البيتس الباقيات، يعني اللي significant bits هم يحددوا المكان، ضل 2 bits اللي هم بهذا المثال 01. فبهاي الحالة انت بس بدك الموست significant bits هذول اللي هم 01 بهذا المثال. وهذول ال 01، هذول الهاي اوردر bits، الموست significant bits، هم لهم اسم خاص بالكمبيوتر انجينيرينج يلي هو التاج. فنحن منخزن بالكاش، منخزن داتا، ومنخزن تاج.
فلما نخزن، تاج بعد شوي لما البروسيسور يطلع ادرس للكاش، بنفحص الادرس اللي طالبه مع التاج الموجود بالكاش. اذا تساووا معناته الداتا اللي بدنا اياها موجوده بالكاش، اذا ما تساووا معناته في عندنا مس. What if there is no data in a location؟ طب كيف نعرف انه في داتا ولا ما في داتا؟ بهاي الحاله بكون بتصميم الكاش، بالاضافه انه في داتا وتاج، كمان في 1 بت، ممكن تكون 0 او ممكن تكون 1. هاي البت هي الفاليد بت، بسموها فاليد بت. والمعنى بالعاده بكون اذا واحد معناته هذا الكاش بلوك في شيء، واذا كان بالفاليد بت 0 معناته هذا الكاش بلوك فاضي، لسه ما حطينا فيه شيء. بالبدايه لما نشغل الكهرباء الكاش بكون فاضي، فالفاليد بتس بكونوا انيشالي 0. بعدين لما البروسيسور يشتغل ويبلش يطلع ادريسز وما يلاقي الداتا بالكاش، بنجيبها من الميموري، بنحط الداتا وبنحط وبنحط التاج، والفاليد بت بنحولها من 0 ل 1 حتى نقول انه بهذا المكان في عندنا داتا. الان راح ناخذ مثال، وهذا المثال ان شاء الله يلي ضاع قبل شوي يرد الان يستوعب اللي قاعد بصير. نحن في عندنا بلوك كاش بسيط بتكون من 8 بلوكس، وانا راسمهم بهذا الجدول بهذا الشكل. واذا بتعدهم هم من 0 1 2 3 4 5 6 7 وهم 8 اماكن. بعدين نحن ماخذين حاله بسيطه انه البلوك الواحد بتكون من 1 word، 1 word block، يعني الداتا هي هون 1 word 32 بت أو 1 word، يعني كل مكان بالكاش بوسع 1 word. والكاش هو direct mapped و this is the initial state. يعني ايش اللي شايفينه، شو الانيشال ستيت اللي شايفينها قدامكم؟ يا آلاء حنون، ايش شايفه قدامك هذا الكاش؟ دكتور شو الانيشال ستيت تاعته هذا الكاش؟ الانيشال ستيت رح يكون زيرو، رح يكون فاضي. يعني هون الفاليد بت، هون الفاليد بت حاططها ان يعني نو، يعني في الواقع صفر، يعني كل الكاش بالبدايه هو فاضي وبتكون الفاليد بت زيرو، وفعلا مش حاطين هي في شيء هون. خليكي معي يا الاء الان. الان البروسيسور طلع هاي الويرد ادرس 22 بالديسيمال، ولو حولتها ل باينري هي 16 زائد 6، 16 زائد 4 زائد 2 6. وليش بحكي عنها انها مس؟ يعني ليش البروسيسور عنده مس؟ مش عارف والله دكتور، انا دخلت متاخر فما محترت الأول. طيب يعني في الواقع هذا الباينري أدرس، ولأنه الكاش 8 بلوكس معناته بدنا 3 بيتس، الليست سيجنيفيكانت 3 بيتس هم اللي راح يمكنونا ان نختار one of the cache blocks. ف 110 بدي ارجع للسلايد السابقه، 110 هو هذا المكان. فلما البروسيسور يفحص بهذا المكان بيلاقي انه عنده not valid، يعني هذا الكاش ما في، هذا الكاش بلوك ما في شيء، معناته this is miss. اذا لانه الطلب دور بالكاش بلوك 110 وكان invalid،
this is a cache miss، يعني الداتا مش موجودة بالكاش. طبعا يعني هذا اللي قلت لكم اياه، انه least significant 3 bits هم الكاش بلوك. الان يعني في، لانه ما لقى الشيء الموجود بالكاش، في البروسيسور بده يبعث الادرس اللي طلبه للميموري ويبعثه للادرس كامل، ومن هذا المكان الميموري بدها ترجع الداتا الموجودة بهذا المكان. وهاي الداتا اجت ولما وصلت للبروسيسور حطها عنده بالداتا بارت اوف ذا كاش. يوسف عادل موجود؟ نعم دكتور موجود. كنت موجود من بداية المحاضرة ولا كمان مثل آلاء؟ تأخرت أنا شوي بس. يعني فاهم الموضوع، بقدر أتحاور معك ولا مش فاهم؟ مش كثير الصراحة. طيب خلينا نجرب. ليش بالتاج حط 1-0؟ اللي هي قيمة واي؟ قيمة 1، شو قيمة 1؟ مش 1 واي قصدي. ايش؟ شو قيمة واي؟ يا زلمة الله يسامحك. هذا المكان كان not valid، فاضي. كنت معك فيها. عندنا كاش مس، لأنه عندنا كاش مس بدنا نروح للميموري ونجيب الداتا، جبنا الداتا حطيناها بالداتا بارت. وهذا المكان صار valid، yes صار في 1. وبالعادة نحن بنحتفظ بالmost significant bits of the memory block اللي جبناه لهون. فنحن جبنا 1-0-1-1-1-0 حطنا ب 1-1-0. الmost significant bits of the address بنحتفظ فيهم بالكاش حتى نعرف بالمستقبل ايش اللي موجود هون. شكرا يا يوسف. الان في another access، البروسيسور طلع address 26 هي 16 و8 و2 26. فالباينري ادرس ل 26 هو هاد، واللي سيجنيفيكانت 3 بيتس هم الكاش اندكس او الكاش بلوك. ف بنستخدم اللي سيجنيفيكانت 3 بيتس حتى نروح على الكاش، عفوا على هذا المكان، ومنلاقي انه الفاليد بيت هو فاضي، وبالتالي اتس انفاليد لانه ما في شيء، لانه عند هذا البلوك انفاليد معناته this is another miss. اخلاص موجوده. مش موجودة. هبة موجودة؟ موجودة هبة. هبة افتح الميكروفون. ما بصير يا شباب ويا صبايا، نحن هاي المادة قلنا تفاعلية وفي مشاركة. آلاء هاني. نعم دكتور.
مرحبا يا علاء. متابعة الموضوع؟ طيب لو سمحتي اطلعي على ايش صار. يعني نحن قلنا انه في عندنا مس، ايش هذا وايش هذا وايش هذا؟ لا، الواي اللي هي انها صارت valid. اوكي. والون وان اللي هي الموست سيجنيفيكانت بيت، والداتا اللي هي اللي بدي اعمل لها اكسس. بس مش هيك الترتيب، يعني اشرحي لواحد مش فاهم الموضوع، شو اللي صار بعد ما البروسيسر لقى انه عنده مس لانه هذا المكان ما في شيء، ايش بصير؟ راح يروح ياخذ الكاش بلوك اللي هي الليست سيجنيفيكانت. فهيك لا لا، هو بياخذ الادرس كلياته وبيستخدمه تو اكسس ذا ميموري، وبجيب الورد اللي مخزنه بادرس 11010 وبحطها بالكاش. وايش كمان بيعمل؟ وبياخذ منها التاج، بياخذ منها الموست سيجنيفيكانت ادرس بيتس بحطهم بالتاج، بخزنهم بالتاج وبحول من invalid لvalid، يعني انه صار بهذا المكان في valid memory block. اوكي شكرا، خليكي معي بس. الان البروسيسر طلب ادرس 22 مرة ثانية و26 مرة ثانية، وبالباينري هيهم الادرسز نفسهم، والكاش بلوكس تبعهم هم الليست سيجنيفيكانت 3 بيتس. كيف بكتشف انه في عنده هيت؟ لما يطلع على الادرس انه موجود، فراح يكون اكيد فاليد. هو بيستخدم هذا الادرس حتى يطلع على هذا البلوك، ايش بكتشف؟ انه valid. بكتشف انه valid، بس انه valid. طب هاي الداتا هل هي اللي بدنا اياها؟ هل ليش؟ هل هاي الداتا هي ايش؟ لانه نفس الادرس، لانه نفس الادرس، لانه التاج اللي موجود هون بيساوي الادرس اللي طلع. وبرضه هون كمان نفس العملية، إنه الكاش اندكس أو الكاش بلوك هو 010، فبخلينا ندور هون منلاقي valid، ومنلاقي إنه بالتاج هو نفس الأدرس most significant part of the address اللي طالبينه، معناته this is hit، في إشي موجود والادرس تبعه نفس اللي انا طالبه، فالداتا اللي هون هي اللي بدنا اياها. اوكي شكرا يا هبه. انا من تابع، يعني هلا في عندي ادرس 16، يعني في الاعاده افاده، ركزوا معي. الان اجاني ادرس 16، الباينري هالقد، اللي سيجنيفيكانت 3 بيتس صفر، فمعناته أنا بدي أدور على، بدي أرجع لورا قبل ما يجيني أدرس 16. اللوكيشن 000 بالكاش invalid، فلأنه هذا اللوكيشن invalid this is miss، فمنروح على الميموري، بنبعث للميموري هذا الأدرس، بنبعث للميموري هذا الأدرس، بيجينا من الميموري هاي الداتا، بنحطها بالداتا بارت اوف ذا كاش بلوك، وبنحول الفاليد بت لفاليد، والموست سيجنيفيكانت تو بتس بنحطهم بالتاج. بعد شوي بيجينا عن ادرس ثاني اللي هو ثلاث، الثلاث بالباينري هيك، والمكان تبعه هون. فقبل ما يجينا هذا الادرس، لوكيشن 3 كان invalid، معناته this is a miss. منروح للميموري
بنعمل اكسس، بنبعث لها الادرس اللي بين ايدينا، بتيجيني الداتا بنحطها بالداتا بارت، والموست سيجنيفيكانت تو بيتس هم التاج، وبتتحول وبنحول هذا اللوكيشن لفاليد لانه في فاليد داتا. بعد شوي جاني 16. هلا 16 طلبتها قبل شوي، والكاش بلوك تبعها ثلاث اصفار، فبدور مره ثانيه بالثلاث اصفار بالبلوك اللي الادرس تبعه ثلاث اصفار، بلاقي انه فاليد، وبلاقي انه التاج اللي فيه هو نفس التاج اللي انا طالبه، ف this is a hit. اوكي الان لسه ما خلصناش. بعد شوي عندي اجاني ادرس 18. ادرس 18 هو ب 010 والتاج تبعه 110. فبهاي الحالة بدي أدور إيش قلنا، الـ 18 اللي significant 3 bits هم 010، فبدي أدور بـ 010 valid، لكن التاج اللي موجود فيه هو 11 بينما أنا بدي 10، بينما أنا بدي 10. ال 10 لا تساوي، صح في إشي هون، لكن الإشي الموجود هون لا أدرس 16 8 24 و 2 26، هذا لا أدرس 26. الإشي الموجود بالميموري هو لا ميموري بلوك 26 وأنا طالب 18. ف this is miss، مع إنه الكاش بلوك موجود في إشي لكن مش موجود في البلوك اللي أنا بدي إياه. ف this is miss بتضلها valid، بس نحنا منروح للميموري منعطيها الأدرس تبع 18، والداتا اللي بتيجينا من الميموري منحطها بالكاش، والموست سيجنيفيكانت 2 بيتس منغير، كان في عنا 11 منغير ال 11 ل 10 اللي هم الموست سيجنيفيكانت 2 بيتس of الداتا اللي هسه جبتها. هاي أخذنا أمثلة متعددة، وهذا يعني هذا نهاية المثال. في واضح؟ في أسئلة؟ إذا مش واضح هذا شيء مهم إنكم تفهموه. إذا في واحد كان متبع وما فهمش يحكي لي بعيد. اوكي هذا تصميم لكاش. طبعا هذا كاش واقعي اكثر، يعني هذا الكاش فقط 8 لوكيشنز وكل لوكيشن 1 وورد، وهذا مش 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 منطقي. يعني بالتكنولوجيا الحديثه نحن بيكون في عندنا ماني كي اوف بايتس سعه الكاش الواحد، وبكون في آلاف البلوكس، لأنه بنقدر نحط بليونز اوف ترانزستورز على البروسيسور تشيب بالوحدة، وممكن إنه نحط ليفلز اوف كاشز ولارج كاشز حتى بتوصل لسيفرال ميجا بايتس بعض الكاشز. هذا تصميم لكاش مبسط، يعني ما في كل التفاصيل، لكن نحن في عنا هون، رجع للخلف أشوف هل في إشي كان، لا أوكي. هذا كاش. مين يعني طلعوا عليه؟ مين يعني قادر يفهم شيء منه؟ مين شافه منطقي أو مش منطقي؟ أوكي هلأ هذا الأدرس اللي بيجي من الـ CPU،
وهاي الداتا اللي بتروح للسي بي يو. وهذا الكاش، هذا الكاش هو ميموري، يعني هذا الجزء المستطيل اللي هون هذا في الواقع ميموري مرتبة بطريقة إن نحط فيها داتا وتاج وفاليد، وبالأغلب بتنصنع من الإسرام حتى تكون سريعة وبتكون قريبة من البروسيسور. طيب أي واحد مين جاهز يحكي معي؟ حمزة افتح الميكروفون. الله يصبحك بالخير. الله يصبحك بالخير دكتور. حمزة هذا الكاش كم بلوك فيه؟ فيه ثلاثة بلوك لا. أو أربعة بلوك مع الاندكس. لا هلا هذا في لكل بلوك في 3 فيلدز اللي هم valid وتاج وداتا. بس طبعا. وفي عدد كبير من العدد كبير من الكاش بلوكس. كم واحد؟ عشرة. لا هم إذا بتلاحظ هو راسم عشرة لألف بس حاطت إندكس قدامهم، فهم في الواقع من صفر لألف وثلاثة وعشرين اللي هم ألف وأربعة وعشرين مكان. ففي هذا الكاش حجمه أو عدد البلوكس اللي فيه 1024. طيب قديش الداتا فيلد الواحد؟ قديش الداتا بارت of 32 32 إيش؟ بت هذا بالرسومات بالسكيماتيكس للكمبيوترات لما نعمل سلاش ونحط، يعني إنه هذا بص عرضه 32 بت. وال 32 بت كم بايت وكم وورد؟ 8 بايت. بتقسم على 8 بت بطلع عندك انه في 4 بايت، وال 4 بايت هم 1 وورد. 1 وورد لانه بالبايت الواحده في 8 بت، فبتقسم حتى تقسم 32 على 8 بيطلع عندك 8 بايتس 4 بايتس. طيب هلا لما نيجي على الادرس، نحن هذول ال 4 بايتس كم بت بنحتاج حتى نختار واحدة من 4 بايتس؟ يعني بدك تخيل كل داتا فيلد بتكون من 4 بايتس، فهم إذا بدنا نختار واحدة منهم كم بت بنحتاج؟ بس احنا بنحتاج عشان نختار أي أدرس منها، يعني اي يعني انت في عندك البلوك الواحد في 4 بايتس 32 بت، يعني 4 بايتس. اذا بدنا نختار واحده من هذول الاربعه كم بت بنحتاج؟ واحد. لا بنحتاج ثنتين، بنحتاج 2 بتس حتى نختار واحد من اربعه، لانه واحده بتكون الادرس تبعها 00 والثانيه 01 بعدين 10 بعدين 11، فبتو بيتس بتختار واحد من اربعه. واذا بدك اياها بالمعادلات بتاخذ اللوغاريتم للبيس 2 للاربعه اللي هو 2، لانه الاربعه هي 2 للاس 2، فاللوغاريتم بيس 2 للاربعه هو 2، فبدنا 2 بتس. وفعلا اذا بنيجي على الادرس بهاي الرسمه بنشوف انه احتجنا 2 بتس سماهم البايت اوفست. الادرس بهذا المثال 64 بت،
نحتاج 2 bits حتى نختار أي بايت بدنا إياها within the word, within ما هو 32 bit هم 1 word. أوكي؟ طيب الآن إذن أو هذول التو هذول البايت أوفسيت ما بنستخدمهم لأنهم يعني هم بمكنونة أن نختار within the word. يلي بعديهم هون مسميهم index وعددهم 10 وبيستخدمهم حتى يختار واحدة من الـ 1024 location. طب ليش احتاج 10؟ عشان يسكر الـ 1024 يعني يكون كل الاندكس متوفر يعني ممكن يعمل 1024. اوكي طيب شكرا شكرا يا حمزة. محمد اللي محمد غسان كان رافع ايده قبل شوي افتح الميكروفون. نعم دكتور صباح الخير. صباح الفل. عندك سؤال ولا بدك تجاوب؟ لا كنت بدي اجاوب. جاوب تفضل. ليش بنحتاج 10 bits حتى نختار واحد من 1024 كاش بلوك؟ لانه عشان لما نيجي نحسب الاندكس بدنا ناخذ لوغاريتم 2 ل 1024 فبتصفي انه 2 للقوه 10 هي فبدنا 10 بت. بدك 10 مزبوط. لانه الكي ال 1024 هو 2 للاس 10 نحن راح نحتاج 10. فهذول هذا الجزء من الادرس اسمه اندكس وبنستخدمه حتى نختار one of the one k locations الموجودين بالكاش. اوكي طيب نحن كيف بنعرف طلع ادرس معين؟ كيف بنعرف انه هذا الادرس موجود ولا مش موجود؟ هل عندنا كاش هيت ولا كاش مس؟ بتقدر تكمل يا محمد حسان؟ نعم دكتور. دكتور لو تشوف في عندنا سيجنالز هون انه هو انه بده يكون انه فاليد وبده يقارن التاج مع الادرس اذا وفي هون كومباراتور. اوكي على سبيل المثال لو صدف انه الاندكس المطلوب هون خلانا نختار هذا اللوكيشن اللي مرسوم بالجري بيطلع معانا الفاليد بت وبيطلع معانا ايش التاج اللي هو الادرس. طب ليش التاج ليش التاج 52 بت؟ لانه التاج بده يساوي الادرس اللي هو اللي ظل من ال 64 لانه اخذنا اول 2 بت من ال 64 راح 10 وراح 2 2 معناته ضل 52. اذا the most significant part of the address هذا اسمه التاج. وايش اللي قاعد بصير هون يا محمد؟ في هون كومباراتور بده يقارنه فيه اذا تساوي وكان فاليد بيرجع انه هيت. يا سلام. هاي اند جيت هاي اند جيت بتقولنا اذا الفاليد بت كانت واحد والكومباراتور برضو اعطانا واحد يعني الادرس او التاج المخزن بالكاش هو نفس التاج للادرس المطلوب. اذا تحقق هذول الشرطين بيكون هيت. فمعناته الداتا الموجوده هون هي الداتا يلي طالبها للبروسيسور. اذا واحد من هذول الشرطين ما تحقق كان invalid او الادرس التاج المخزن مختلف عن الادرس المطلوب اذا واحد من الشرطين ما تحققش بصير في عندنا مس والتعامل مع المس بنحكي عنه بالمستقبل. اوكي بدي اوقف هون وافرجيكم يعني انا اعلنت انه في طلاب محرومين من كثرة الغيابات وفي طلاب عندهم غيابات كثيرة وصلت للمحاضرة الماضية 9 غيابات وهذا عالي. هاي العدد الغيابات عالي لأن احنا لسه ما خلصنا شهر 11 ولسه في عندنا شهر 12. فاللي عنده غيابات كثيرة
يتوقف عن الغياب ويحضر كل المحاضرات أحسن ما ينحرم. وللجميع ركزوا معي، مش معقول أني أنادي على أسماء يكونوا داخلين متأخر أو مش متابعين معي. مادة أساسية وضروري أنكم تتعلموها. محمد عزمي شو بدك؟ تفضل يا دكتور. لو قدمنا عذر للغياب قديش بيصير مسموح معنا؟ هلا مسموح 6 مع عذر 8، بس انا يعني مش قاعد لا بحرم على 6 ولا على 7 ولا على 8 ولا على 9، 10 بحرم عليه. تمام، يسلم ايدك. الله يسلمك. طيب بدي اخذ الحضور. شكرا لكم ونهايه اسبوع سعيده للجميع، وجمعه مباركه ان شاء الله، والى اللقاء يوم الاحد. بيوم الاحد راح نحل الوظيفه ونتابع موضوع الكاش. مع السلامه.